هذا وأكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية قوة وعمق العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية على مختلف الأصعدة وفي شتى المجالات، وارتياحه لما يشهده مسار التعاون المشترك من تطور كبير ومستمر يعزز مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين. وشدد معالي وزير الخارجية على أن المباحثات التي أجراها خلال زيارته لجمهورية باكستان الإسلامية كانت بناءة ومثمرة، إذ تناولت كل ما يهم العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية. كما تم التوقيع على بروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل. ونوه معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة بجهود جمهورية باكستان الإسلامية في استتباب الأمن والسلام، داعيا معاليه كل من جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية الهند إلى اعتماد الحوار الجاد وسيلة لبحث كافة القضايا بينهما ونهجا فاعلا لتجاوز أي خلاف واتباع الطرق الدبلوماسية والسلمية باعتبارها الكفيلة للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. وأشار معاليه إلى استمرار التواصل والتنسيق بين مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية على كافة المستويات وإزاء القضايا الإقليمية والدولية وفي مختلف المحافل الدولية تحقيقا لمصالحهما المشتركة ودعما لجهودهما الرامية لترسيخ السلام والتنمية.